قررت تركيا فرض العزل العام بدءا من يوم السبت المقبل بعد وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 139 ألفا وتسجيل أكثر من 3700 وفاة. وفرضت تركيا إغلاقا بالمدن الرئيسية خلال العطلات الأسبوعية بهدف إبطاء وتيرة انتشار الفيروس، فيما لا تزال القيود المفروضة على المدن الثلاث الكبرى اسطنبول وأنقرة وإزمير قائمة.